قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن الحديث المدلس، ووصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله حكم التدليس، أليس كذلك؟ تفضل يا شيخ. حكم التدليس. أما تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبته أشدهم ذما له، فقال فيه أقوالا منها التدليس أخو الكذب. وأما تدليس التسوية فهو أشد قرارته منه، حتى قال العراقي إنه قادح فيمن تعمد فعله. وأما تدليس الشيوخ فقرارته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما القرارة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السنة، وتختلف الحال في قرارته بحسب الغرض الحامل عليه. نعم. ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى حكم التدليس، وأخذنا المرة الماضية ثلاثة أنواع من أنواع التدليس: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، وتدليس الشيوخ. يبقى أنواع التدليس، يعني إذا سئلت أذكر أنواع التدليس، تقول تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ. ثم ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. وتجدر الإشارة إلى أن التدليس لا يقدح في عدالة الراوي، يعني الراوي الثقة قد يكون مدلسا ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي. يعني بعض الناس يعتقد ويظن أن التدليس ينافي العدالة، لا، التدليس لا ينافي العدالة، قد يكون الراوي ثقة، بل من كبار الحفاظ، من كبار المحدثين، ومع ذلك كان يتعاطى التدليس، فليس هناك علاقة بين التدليس وبين أن يكون الراوي ثقة، لا، الراوي المدلس قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. فإذا إذا قيل لك التدليس يقدح في عدالة الراوي، تقول خطأ، التدليس لا يقدح في عدالة الراوي، قد يكون الراوي من كبار المحدثين ومع ذلك يتعاطى التدليس. واضح يا إخوة؟ فلماذا؟ لأن المدلس يعني يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، واضح؟ أما إذا أتى بصيغة صريحة في السماع وهو لم يسمع هذا الحديث من شيخه، فهذا يعد إيه؟ كذبا عند جميع العلماء، واضح؟ فالتدليس لا يقدح في عدالة الراوي. بعض الناس يقول كيف يكون الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة المسلمين ومع ذلك وصفه بعض العلماء بأنه يدلس؟ لا، التدليس لا ينافي العدالة، قد يكون الراوي يعني من كبار المحدثين بل من الأئمة الكبار، ومع ذلك وصف بالتدليس أنه كان يدلس. والمدلسون على كل حال معروفون، يعني هناك كتب ألفت في التدليس في المدلسين، يعني الراوي المدلس معروف عند العلماء، ويعرفون كم الأحاديث التي دلسها هذا الراوي. يعني مثلا يقولون فلان لم يسمع من فلان إلا أربعة أحاديث. انظر إلى هذا منتهى التحري والدقة في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن هذا الراوي. يعني النقاد رحمه الله يعرفون الراوي أكثر من معرفة الراوي لنفسه.
يكون فلان لم يسمع من فلان إلا أربعة أحاديث، أربعة أحاديث فقط، وما عدا ذلك تكون في حكم المنقطع. فالرواة المدلسون معروفون، والحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب في الموصوفين بالتدليس، في الموصوفين بالتدليس، هو كتاب مطبوع اسمه مراتب التقديس لمعرفة الموصوفين بالتدليس، مراتب مراتب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس بمراتب المعروفين بالتدليس، هذا مؤلف في المدلسين. فالمدلس معروف، يعني لا يخفى أمره، لا تظنن أن المدلس يخفى حاله على النقاد، لا، الناقد يعرف أن هذا الراوي مدلس، فإذا أتى في إسناد ينظرون إلى الصيغة، إذا قال عن توقفوا، إذا قال حدثني وأخبرني قبلوا حديثه. فالإمام أحمد يعرف أن بقية ابن الوليد هذا مدلس، فإذا جاء في إسناد وعن يتوقف في حديثه، إذا صرح بالسماع قبل حديثه. فالرواة معروفون بالتدليس، يعني الحمد لله، يعني العلماء النقاد يعرفون هؤلاء الرواة وينظرون إلى الصيغ التي يعني يذكرونها في الإسناد، فإذا قال المدلس عن أو قال توقفوا في حديث، إذا قال حدثني وأخبرني قبلوا حديثه. فعلى كل حال فالتدليس لا ينافي إيه؟ العدالة يا إخوة. بعض الناس يعني إلى المرة الأخيرة والألف يظن أن التدليس ينافي العدالة، لا، قد يكون الراوي ثقة ومع ذلك موصوب بالإيه؟ بالتدليس. انتبه إلى هذه النقط التي يعني إيه؟ يعني يأتي منها الاختبار، من الذي يختبر، يعني يحاول أن يختبر فهم الطلاب. بعض الناس يظن أن التدليس إذا كان الراوي مدلسا لابد أن يكون ضعيفا، لا، لا تلازم بين التدليس وبين العدالة والضبط. المدلس قد يكون من كبار الأئمة، من كبار الحفاظ، ومع ذلك وصف بالتدليس. نعم. يبقى إذن هذه الفقرة توقع فيها سؤالين. السؤال الأول أنواع التدليس، والحمد لله مذكورين تدليس الإسناد والتسوية والشيوخ. ثم السؤال الثاني، هل التدليس يقدح في عدالة الراوي؟ نقول إيه؟ لا، لا يقدح في عدالة الراوي، قد يكون الراوي من كبار الأئمة وهو مصوب بالإيه؟ بالتدليس. ودائما تذكر الحسن، من الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من يعني أواسط التابعين من الأئمة الكبار، ومع ذلك وصف بالتدليس. لا، الامتحان مش نازل. لا، الجدول نزل، الجدول نزل. صح. نعم. صح. الجدول نزل. بتاع الشبكة يعني. ما لا، هو الجدول الحمد لله علق الآن، موجود المصطلح في يمكن يوم 27، لا 27 ربيع الثاني، نبدأ بالهجري الأول وبعدين نسني بالأفرنجي. نعم. طيب، عرفتم يا إخوة السؤال يأتي إزاي؟ يعني أنا أريد أن أختبر فهم الإيه؟ فهم الطالب. يعني السؤال قد يأتي مباشرة وقد يأتي إيه في هذه الأشياء التي تبين الذي يحضر ممن لا يحضر. نعم. الأغراض الحرامية على التدليس. أولا، الأغراض الحرامية على تدليس الشيوخ الأربعة، وهي ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. ثانيا، تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب. ثالثا، صغر سن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي عنه. رابعا، كثرة الوالد عن الشيخ فلا يحب الإكثار من ذكر اسم شيخه على صورة واحدة. نعم. الاختبار يا إخوة هو عبارة عن خمسة أسئلة. السؤال الأول سؤال مباشر، يعني عرف مثلا حديث كذا، عرف الحديث كذا، أذكر حكم مثلا كذا، ده سؤال مباشر. بقية الأسئلة، السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية بالإجابة الصحيحة، يعني أنا مثلا أذكر لك جملة وأنت تكمل بإيه؟ بكلمة واحدة. السؤال الثالث
صواب أم أقول صواب ما أقول أم خطأ؟ يعني أنا أذكر لك العبارة وأنت تقول صح أم خطأ. ده السؤال الثالث. السؤال الرابع عبارة عن أنا يعني أسألك سؤالا ثم أذكر لك ثلاثة أجوبة وأنت تختار من هذه الثلاثة الإجابة الصحيحة. السؤال الخامس صل بين العمودين، يعني أذكر لك ألف باء تاء جيم هاء لأبجد حروف الأبجدية، والعمود الثاني ألف باء جيم دال هاء لأبجد هوز، وأنت تختار تصل الإجابة الصحيحة يعني العمود الأول مع ما يناسبه من العمود الثاني. يعني مثلا أقول لك مثلا ما حذف من أول إسناده، ما حذف من أول إسناده راو فأكثر أكتب في العمود الثاني مثلا اختيارات كثيرة وأنت تختار الإجابة الصحيحة. واضح؟ هذا هو الاختبار. فمن يقرأ الكتاب قراءة جيدة فقط بدون يعني دون يعني أن يجهد نفسه في القراءة فقط، يعني يقرأ الكتاب من أول ورقة إلى آخر ورقة إن شاء الله سيجيب عن الاختبار. فقط قراءة متأنية. واضح؟ كده الاختبار كويس ولا فيه اعتراض؟ والسؤال الأولاني اللي هو الأسئلة مباشرة يعني حوالي ثلاث أسئلة فقط، حاجات يعني إيه ثقافة عامة، يعني حتى كمان يعني إيه لو أنت مثلا مجتهد وبتحضر الدروس من خلال حضورك إن شاء الله ستجيب عن هذا السؤال اللي هو المباشر محتاج كلام. يعني زيادات في الغالب يعني لا، يعني الزيادات في الغالب لا، لو في زيادات توضيحات في الغالب عشان انا اراعي الاخوه اللي هم لا يحضروا الدروس يعني هم بيتابعوا عن طريق الشبكه او كده. واضح يا اخوه؟ فانا يعني الذي اريده قراءه الكتاب قراءه متانيه فقط، فقط قراءة متأنية، تقرأ الكتاب قراءة متأنية فقط. والأشياء المهمة اللي احنا كنا دايما نعيد فيها تهتم بيها فقط. واضح؟ فيعني لو انت قرأت الكتاب قراءة متأنية يعني مش هتتعب في الإجابة، لأن السؤال اللي انا أذكر لك يعني كلمة، إما أن تزيد كلمة وإما أن صح أم خطأ أو توصل يعني إيه أسئلة يعني إيه سهلة إن شاء الله. ها؟ تدليس؟ اه ذكرت التدليس اه، بس برضو حاجات يعني حتى لو سألت في التدليس اسئلة ايه يعني برضو صح او خطأ، يعني بعدت عن السؤال المباشر ده. واضح؟ نعم. طيب نأتي الى الاغراض الحاملة على التدليس. ما الذي يحمل الراوي ان يدلس الحديث؟ يعني ما الاسباب التي دعت هذا الراوي الى ان يدلس الحديث؟ الأسباب كثيرة جدا، يعني الأسباب التي حملت هذا الراوي على التدليس كثيرة. طبعا السبب الرئيس والأكثر ضعف هذا الراوي الذي دلسه هذا الشيخ، يعني يكون الإسناد فيه راوي ضعيف فيأتي هذا الراوي المدلس يريد أن يخفي هذا الإيه الراوي الضعيف من الإسناد. واضح؟ يعني هذا الراوي المدلس، هذا الراوي المدلس اللي هو مثلا علي مثلا ده مدلس، سمع هذا الحديث من مثلا محمد ومحمد هذا ضعيف، فعلي علي يريد ان ايه يدلس هذا الحديث فيسقط هذا الراوي الضعيف من الاسناد. واضح؟ فده سبب رئيس من الاسباب التي تحمل الراوي على التدليس، اخفاء الراوي الايه الضعيف من الاسناد. واضح؟ لانه سمعه من ضعيف، فإذا ذكره ضعف هذا الإسناد وضعف هذا الحديث فيسقط هذا الراوي الضعيف فيصير الإسناد كله إيه؟ ثقات. لكن هذا الراوي اللي هو بقية أو الوليد بن مسلم معروف بالتدليس، فإذا قال عن العلماء لا يقبلون حديثه لاحتمال إيه؟ تدليس. لأن إذا قال عن إحنا قلنا المدلس يأتي بصيغة إيه؟ تحتملة. فالنقاد الإمام أحمد يعرف أن بقية هذا مدلس، شيخ المدلسين يعني إمام المدلسين. واضح؟ فبقية لما يحذف هذا الراوي الضعيف يقول ماذا؟ يقول حدثني ولا يقول عن. فإذا رأى النقاد بقية يقول عن توقفوا في هذا الحديث. طيب
إذا وجدوه يقول حدثني وأخبرني، يبقى إيه؟ يبقى لم يدلس هذا الحديث، لأنه قال أخبرني وحدثني، فيقبلون هذا الحديث من المدلس. واضح؟ نعم. فيعني يعني النقاد يعني مثلا إذا أسقط المدلس راويا ضعيفا لا يمر هذا على النقاد، لا يعرفون أنه دلس هذا الحديث. حتى كان يعني الأعمش رحم الشعبة رحمه الله، وهو من أشد الناس إنكارا للتدليس، حتى يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شعبة رحمه الله كان يعني يبغض التدليس بغضا شديدا، قال هذه القولة الكبيرة، طبعا لا شك أنها مبالغ فيها جدا. يعني كان رحمه الله ينظر إلى فم قتادة، قتادة شيخ شعبة، وقتادة رحمه الله معروف بالتدليس، فكان شعبة إيه ينظر إلى فم قتادة، إلى في قتادة، لا تقول إلى في، لا إلى في قتادة، فإذا قال حدثني وأخبرني قبل منه الحديث، وإذا قال عن أو قال لم يقبل منه الحديث. انظر إلى العلماء، يعني ينظر إلى فمه وهو يقول، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد يقول حدثني أنس مثلا أو أخبرني أنس يقبل منه هذا الحديث، فإذا قال عن أو قال توقف، يعني هو يعني يعلم أن قتادة يدلس. واضح؟ طيب السبب الثاني من أسباب التي تحمل الراوي على التدليس تأخر وفاة الشيخ، بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب، يعني هناك شيخ، هذا الشيخ يعني عاش رضحا من الزمن، عاش يعني ظهرا طويلا من الزمن، يعني بلغ 100 سنة، فهناك له تلاميذ كثر، فهناك تلاميذ كبار يعني في السن، يعني مثلا بلغوا 50 و60، وهناك تلاميذ يعني لهذا الشيخ يعني عندهم 20 سنة أو 30 سنة. لماذا؟ لأن هذا الشيخ لما عمر هذا العمر الطويل أدركه طلاب كثر، فهذا الطالب الذي عنده مثلا 80 سنة، يعني عنده 80 سنة وكده، يعني ويعني بلغ هذا العمر، يأنف أن يحدث عن يعني من هو أصغر منه إيه سنا. واضح؟ فيأنف من يعني ان هو يشترك مع هذا الذي عنده 20 سنة أو 30 سنة في الرواية عن هذا الشيخ، من باب الأنفة والإيه والكبر. يعني بعض الرواة كان ليس من أهل العلم، هو يعني يحفظ أحاديث وكذا ويروي أحاديث، لكن لم يتضلع بالعلم الشرعي، فيأنف أن يعني يحدث عن شيخ يشرك فيه غيره من الرواة الذين هم أصغر منه سنا. يقول كيف أجلس مع هؤلاء الصغار، يعني عنده 80 سنة يعني ومعه مثلا طلاب عنده 20 سنة، فهو يأنف من الكبر والعياذ بالله، يأنف أن يعني يشركوا هؤلاء الصغار في الرواية عن هذا الشيخ، فيحملوا ذلك على الإيه؟ على التدليس. واضح؟ يحملوا ذلك على التدليس. طيب من الأسباب أيضا صغر سن الشيخ، بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، يعني بعض الطلاب يكون مثلا عمره يعني كبيرا والشيخ عمره ايه يعني صغيرا، فيأنف ان يحدث عن شيخ اصغر منه ايه سنا، فيعني يدلس هذا الايه الشيخ الذي هو اصغر منه ايه سنا، ايضا من باب الايه الكبر والأنف. يعني كثرة الرواية عن الشيخ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسم شيخه على صورة واحدة، يعني طبعا هذا خاص بتدليس الايه الشيوخ، يعني مثلا بعض الرواة يكثر عن راوي معين، يعني يروي عنه مثلا 1000 حديث أو 10,000 حديث، ففي كل مرة يقول حدثني فلان ابن فلان، فهو يعني ايه يعني يمل من هذا ويخشى ان يمل الآخرين، فينوع في اسم شيخ، مرة يقول مثلا حدثني الزيات لأنه يبيع الزيت، مثلا حدثني الطنطاوي لأنه يعني يعيش في طنطا، مثلا أحيانا ينسبه إلى جده، يكون مثلا حدثني فلان ينسبه إلى جد من أجداده، وهكذا يعني يغير في اسم شيخه
خشيه الايه الملاله وان هو يمل الناس وهو ايضا يمل من كثره ترداد هذا الايه هذا الاسم. واضح؟ هذا يعني من اسباب التدليس في تدليس الشيوخ. اما يعني الراوي الذي يروي عن شيخ 10 احاديث فلا ايه فلا يعني تحوجه هذه الاحاديث ان يدلس او ان ينوع في اسم شيخه، لانه روى عنه 10 احاديث. اما اذا روى عنه يعني 5000 او 10000 فكل مرة يحاول ان هو يغير في اسم الشيخ من باب الايه من باب خشية الملالة بالتكرار. يعني دي بعض الاسباب التي تحمل الراوي على التدليس. لكن السبب الرئيس في الذي يحمل الراوي على التدليس هو ضعف الشيخ، ضعف الايه الشيخ. يعني هذا الراوي المدلس سمع هذا الحديث من راوي ضعيف، من شيخ ضعيف، فهو يسقط هذا الشيخ الضعيف حتى يصير الاسناد كله ثقات. يعني واضح؟ هذا هو السبب الرئيس الذي يحمل الرواة على التدليس. نعم. الأغراض الحملات على التدليس الإسناد 5، وهي أولا توهيم علو الإسناد، أي أن يوهم الناس أن إسناده عالي. ثانيا فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. أما الثالث والرابع والخامس هي الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ. نعم. ثم ذكر المؤلف حفظه الله بعض الأغراض الخاصة التي تحمل على تدليس الإسناد. من هذه الأغراض يعني توهيم علو الإسناد، يعني هذا الراوي يريد أن يعني يظهر الإسناد عاليا، والإسناد العالي هو الإسناد الذي تقل فيه الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بالإيه؟ بالإسناد العالي. يعني إذا كان بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من الرواة يكون الإسناد إيه؟ عاليا. طب إذا كان بينك وبين رسول الله 10 من الرواة يكون الإسناد إيه؟ نازلا. فكان الرواة يحرصون على علو الإسناد، يعني علو الإسناد هذا عندهم كان بمثابة يعني حاجة يعني إيه؟ يعني جميلة جدا، ويحرص عليها الرواة. حتى قال يحيى بن معين: إني لا أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا. شوف أنت مثلا لما تسأل ما يعني ماذا تبغي من هذه الدنيا تقول أريد كذا وكذا. هو كان يريد إسنادا عاليا وبيتا إيه؟ خاليا، حتى يعين ذلك على القراءة وطلب العلم. البيت الخالي ليس فيه إيه؟ يعني ضجيج، وليس فيه صياح الأولاد ونحو ذلك. فكانت هذه أمنية يحيى بن معين: إسناد عالي، إسناد عال وبيت خال. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاثنين. طبعا الإسناد العالي في الجنة بقى إن شاء الله، نسمع من الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا فهذا من الإيه؟ من المستحيلات. يعني واضح؟ لأن الآن مثلا يعني أقل واحد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا يعني 20 مثلا راويا او 30 راويا. في عند حد عنده 14 راوي؟ 14 راوي. فاقل حاجه يكون بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاجه 20 راوي ولا حاجه. واضح؟ فلابد ان يكون الاسناد ايه نازل. ممكن اعلق الحديث ما التعليق وانت بتحذف الاسناد. نعم. طيب يبقى السبب برضو من الاغراض اللي هو علو الاسناد، ان هو يريد ان يعني يظهر الاسناد عاليا. السبب الثاني قال: فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. واضح يا اخوه؟ فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني هذا الراوي سمع من هذا الشيخ احاديث كثيره ثم فاتته بعض الاحاديث، لم يسمعها من هذا الشيخ لسبب من الاسباب. يعني مثلا توفي مثلا ابوه فذهب يحضر جنازة والده ففاتته بعض الأحاديث. حتى أن بعض العلماء ذكر في تراجم بعض الرواة أن والده توفي ومع ذلك لم يحضر جنازته، خوفا من يعني أن يذهب عليه بعض الأحاديث التي يحدث بها الشيخ. فكان يعني خشية إذا حضر جنازة والده أن تفوته بعض الإيه الأحاديث. هذا من ذكروه في الحرص على طلب العلم. فبعض نعم ممكن ياخدها من الشيخ ثاني او لا، في بعض المشايخ كان عاسر في الروايه، يعني كان يعني مثلا تعلمون الاعمش طبعا
الأعمش كان لا يحدث إلا بشق الأنفس. يعني الأعمش كان مع كان يعني يعني مشهور إنه لا يحدث إلا بشق الأنفس. هو أبو يوسف شايف يعني أبو حنيفة أبو يوسف ذكر عنه ذلك؟ أبو يوسف ومات ابنه ف يعني أناد من يغسله وحضر مجلس أبو حنيفة يعني. نعم. فكان الأعمش رحمه الله لا يحدث إلا بشق الأنفس. وتعلمون طبعا أخبار الأعمش في ذلك، يعني حتى أنه اشترى كلبا لطلاب العلم، يعني أجروه فاشترى لهم كلبا، يعني إن كان كثيرا ما يعني يذهبون إلى البيت ويطلبون منه الحديث، فيعني رأى أنه يشتري لهم كلبا حتى إذا يعني قربوا من البيت أخرج لهم هذا الإيه الكلب، حتى توفي هذا الكلب فخرج وهو يبكي فسئل فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكان الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران كان عسرا في الرواية، لا يحدث إلا بشق الأنفس، فهو يعني هيحدث بها حديث وممكن ما لا يحدث بها إلى أن يموت، خلاص هو حدث بها مرة واحدة وكفى. فهذا الطالب خشي أن تفوته بعض الأحاديث فلم يحضر جنازة والده وبقي في مجلس الشيخ. لكن بعض الناس قد يغيب كأمثالنا عن الدروس يعني، ثم يأتي مرة ويغيب عشرة، فيأتي وقد حدث الشيخ بأحاديث كثيرة لم يسمع من الشيخ، فيأتي مثلا إلى أخينا أحمد ويقول له إيه يعني حدثني بالأحاديث التي حدث بها الشيخ في هذا المجلس. فأحمد يقول حدثني فلان ويذكر عن رسول الله عن فلان ويذكر الإسناد كاملا، واضح؟ فهذا الراوي الذي هو قرين أحمد زميله يأنف أن يحدث به عن أحمد وهو قرين له ويجلس معه يعني في المجلس، فيسقط أحمد من الإسناد ويحدث به إيه مباشرة عن شيخه. فإذا حدث به مباشرة عن شيخه لا يفطن أنه إيه دلس هذا الحديث، لكن أيضا يعرف أنه دلس لأنه يأتي بصيغة إيه تحتمل السماع وعدم السماع، ما يقولش حدثني وإلا كان إيه كذابا لأنه لم يسمع هذا الحديث، واضح؟ فهو يسقط يعني أحمد من الإسناد لأنه يأنف أن يحدث به بنزول، يقول كيف أحدث عن أحمد وهو زميل لي ويجلس معي في المجلس وكذا وكذا، فيسقط أحمد من الإسناد ويحدث به مباشرة عن شيخه بلفظ يحتمل الإيه السماع وعدم السماع قال وعن. هذا أيضا من الأسباب التي تحمل الراوي على التدليس، واضح؟ نعم. في أخ أرسل سؤالا يقول إن كان ابن لهيعة مشهورا بالأحاديث الضعيفة إلا أنه ثبت عنه حديث صحيح وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا وقال إن به دسما فتمضمض صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسأل هذا الأخ الكريم، هل كل أحاديث عبد الله بن لهيعة ضعيفة؟ يعني عبد الله بن لا يتابع الثقات أبدا؟ يتابع الثقات، نحن نتكلم عن حاله إذا تفرد بالحديث، يعني بحثنا فلم نجد إلا إسنادا واحدا لهذا الحديث، لكن ابن لهيعة أحيانا يتابع الثقات، يعني يروي أحاديث يرويها الثقات، واضح؟ واضح يا إخوة؟ يعني مثلا ابن لهيعة ده كان يعيش في زمن ليس فيه رواة، لا يعيش في زمن فيه رواة كثيرون، فهو إذا تابعه الثقات قبلنا حديثه، فإذا توبع تيقن أنه حفظ هذا الحديث، لكن إذا انفرد رددنا إيه حديث. يعني مثلا هب أنه تفرد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نحكم على الحديث؟ إسناده ضعيف في عبد الله بن لهيعة. طيب تابعه الأئمة الثقات، يعني هو حفظ هذا الحديث، يعني هل الضعيف لا يمكن أن يحفظ أي حديث؟ لا يمكن. الثقة يا إخوة يخطئ، يعني الثقة اللي هو الثقة يخطئ في بعض الأحاديث، كذلك الضعيف قد يحفظ هذا الحديث واللي هو ضعيف يعني على طول الخط، لا. طيب متى نعلم أنه حفظ هذا الحديث؟ إذا وافقه الثقات، يعني مثلا في أخ مثلا معانا، هذا الأخ حفظه على قده، كل ما يأتي مثلا يخبرنا بخبر يتضح أن هذا الخبر إيه غير صحيح، جه مرة قال لنا خبر فوجدنا مثلا 10 من الإخوة تابعوه على هذا الخبر، يعني الأخ الضعيف ده جه حدثنا بخبر فوجدنا 10 من الإخوة تابعوه على هذا الخبر، فهنا تيقن أن هذا الأخ الضعيف إيه حفظ هذا الخبر وإيه وضبط هذا الخبر. طيب إذا تفرد يبقى نحكم عليه بأنه ضعيف، لكن إحنا تيقن أنه حفظ
هذا الخبر وضبط هذا الخبر لأن الثقات إيه؟ تابعوه على هذا الخبر. فابن لهيعة إذا توبع من الثقات قبلنا حديثه وتيقن أنه حفظ هذا الحديث. لكن نحن نتكلم إذا انفرد بالإسناد، يعني إسناد غريب ليس لهذا المتن إلا إسناد واحد، زي مثلا هو روى حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام بعد العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه. من نام إيه؟ بعد العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه. ابن لهيعة رحمه الله تفرد بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحكم على الحديث بأنه إيه؟ ضعيف. وطبعا هو ضعيف بالعشر، يعني محدش ينام بعد العصر. كثير منا ينام بعد العصر فلا يعني يحدث له شيء، صح؟ في ده دليل أيضا على ضعف الحديث. يعني إذا كان الحديث صحيحا فكان ينبغي إذا نام الإنسان بعد العصر إيه؟ أن يذهب عقله. كثير منا ينام بعد العصر وينام بعد الفجر ولا يذهب إيه؟ عقله. فهذا دليل أيضا على نكارة هذا الحديث الذي رواه ابن لهيعة. فهو الغرض إذا تفرد ابن لهيعة هو ضعيف، لكن إذا توبع بالثقات خلاص انتفت الإيه؟ العلة اللي هي ضعف الحفظ بمتابعة الثقات. أسباب سند ذنب المدلس ثلاثة وهي: أولا إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ثانيا قدره عن الكشف إلى الاحتمال، ثالثا علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. نعم، دي الأسباب التي دعت العلماء إلى ذم التدليس، يعني الإنسان يتشبع بما يعني لم يعطى، يعني هذا الراوي المدلس يتشبع بما ليس فيه، يعني يهمك أنه سمع هذا الحديث وهو إيه؟ لم يسمع هذا الحديث. نعم. حكم رواية المدلس. هذا طبعا هذه الفقرة من أهم الإيه؟ من أهم الأشياء في مبحث الحديث المدلس. حكم رواية المدلس. حكم رواية المدلس مهمة جدا. نعم. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان وهما: ألف رد رواية المدلس مطلقة، وإن بين السماع كأن التدليس نفسه جرح وهذا القول غير معتبر. ب التفصيل وهو القول الصحيح: أولا إذا صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعته أو نحوه قبل حديثه. ثانيا وإن لم يصرح في السماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه. نعم، هذه النقطة مهمة جدا يا إخوة. حكم رواية المدلس، يعني إذا كان الراوي معروفا بالتدليس هل نقبل حديثه أو لا؟ فطبعا هذا يشكل على رواية من الثقات، يعني إذا كان الراوي ثقة ومن كبار الحفاظ، هل إذا يعني عن وقال عن أو قال نرد حديث هذا الراوي الثقة بسبب أنه وصف بالتدليس أم لا؟ اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال أشهرها قولان وهما: رد رواية المدلس مطلقا، وإن بين السماع. يبقى القول الأول عدم قبول رواية المدلس مطلقا. طيب هو بنى هذا الحكم على إيش؟ قال لأن التدليس نفسه جرح وهذا القول غير معتمد. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن التدليس يقدح في عدالة الراوي. التدليس إيه؟ يقدح في عدالة الراوي. وبناء على ذلك إذا عن أو قال قل أو قال نحكم على حديث بالإيه؟ بالرد. واضح؟ بناء على إيه؟ إن التدليس عنده يقدح في عدالة الراوي. وعرفنا أن الصحيح أن التدليس إيه؟ لا يقدح في عدالة الراوي. قد يكون الراوي من كبار الأئمة ومع ذلك موصوف بالإيه؟ بالتدليس كالحسن البصري رحمه الله. فهذا القول يعني فيه إيه؟ فيه يعني تكلف وتعسف. طيب القول الثاني وهو القول الصحيح في المسألة التفصيل. يبقى إذا روى مدلس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في هذا الإسناد، إن صرح بالسماع قبلت روايته، يعني مثلا بقية بن الوليد وهو معروف بالتدليس أو الوليد بن مسلم، إذا وجدناه في الحديث قال حدثني وأخبرني
قبلنا حديثه، واضح؟ يبقى إذا صرح بالسماع قبل حديث المدلس، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته. يعني إذا قال عن أو قال قال لم نقبل هذا الحديث حتى يصرح بالسماع، لاحتمال الإيه؟ لاحتمال أنه دلس هذا الحديث. فإذا قال بقية عن فلان يعني عن الأوزاعي مثلا لا نقبل منه هذا الحديث حتى يصرح بالسماع، واضح يا إخوة؟ ليه؟ لأنه إذا قال عن أو قال يحتمل أنه دلس هذه الرواية، لكن إذا قال حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا انتفى هذا الاحتمال وتيقن أنه سمع هذا الحديث من شيخه. يبقى إذن حكم رواية المدلس فيها تفصيل، إذا صرح بالسماع قبلنا حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم نقبل إيه؟ حديثه، واضح يا إخوة؟ يبقى حكم التدليس أو حكم حديث المدلس لابد من التفصيل هذا. نعم. ووافق هذا الحديث حديثا اخر صحيح، نحكم على هذا الحديث الاول بضعف الاسناد وصحه المتن ام يكون الاسناد متصل؟ لا، هو يعني هو اذا لم تكن عندنا قرائن على التدليس يبقى هذا الحديث مما لم يدلسه هذا الراوي، لانه هو يعني الروايه الاخرى يعني بيّنت أنه إيه؟ لم يدلس هذا الحديث، واضح؟ إذا لم يكن هناك قرائن على تدليس هذا الإسناد بعينه، واضح؟ لكن إذا هناك قرائن على التدليس ننظر، لأن المدلس قد يسقط من الإسناد ثقة، يعني المدلس لا يشترط أنه يسقط دائما ضعيفا من الإسناد. يعني ابن عيينة رحمه الله إذا رجعت إلى ترجمة ابن عيينة يكون في ترجمته كان لا يدلس إلا عن الثقات، يعني سفيان ابن عيينة يعني احفظ هذه المعلومة كان لا يدلس إلا عن الثقات، يعني لا يسقط من الإسناد إلا الراوية الثقة، واضح؟ فتدليس ابن عيينة، السؤال الآن احنا قلنا لا يدلس إلا عن الثقات، طب السؤال الآن الذي يطرح نفسه، هل تدليس ابن عيينة يؤثر في صحة الحديث؟ لا. ليه؟ لأنه يدلس عن الثقات. الذي يؤثر في صحة الحديث هو الراوي الذي يدلس عن الثقات والضعفاء. لو دلس عن الثقات سواء تصرح أو لم يصرح يقبل الحديث؟ مطلقا، يعني الراوي المدلس الذي يدلس عن الثقات يقبل حديثه مطلقا كأنه لم يدلس. ليه؟ لأنه يسقط إيه؟ ثقة من الإسناد. فابن عيينة رحمه الله العلماء قالوا لا يدلس إلا عن الثقات، فحتى لو قال ابن عيينة عن أو قال قبلنا حديثه، لكن غالب الرواه المدلسين لا يدلسون إلا عن الضعفاء، لا يدلس إلا عن الضعيف، لذلك إيه؟ نحن لا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. فابن عيينة هو الذي انفرد بهذه الإيه؟ بهذه الخصيصة، يعني كان لا يدلس إلا عن الثقات، واضح؟ فنقبل حديث ابن عيينة مطلقا حتى وإن قال عن أو قال قال، واضح يا إخوة؟ فالعلماء لا يقبلون حديث الراوي المدلس إلا إذا صرح بالسماع. يبقى لو قلنا مثلا صواب ما أقول أم خطأ، العلماء لا يقبلون حديث المدلس إلا إذا صرح بالسماع، تكون الإجابة إيه؟ صح. طيب العلماء يقبلون حديث المدلس مطلقا خطأ، واضح؟ يبقى المدلس إذا صرح بالسماع قبلنا حديثه، وإذا لم يصرح بالسماع لم نقبل حديثه. نعم. بما يعرف التدليس؟ يعرف التدليس بأحد أمرين، هما ألف إخبار المدلس نفسه إذا سئل أنه دلس كما جرى للمعيان، فنص ما من نائمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. الأخ القاري قال بناء، وهذا من الأخطاء الشائعة، يعني أخطاء تجد عند الإعلاميين وعند يعني كل من يتكلم، يعني الأغلب يقول بناء على كذا، حتى يعني إيه أنت تصاب بهذه الحمى وتنسى الصواب وتقول إيه بناء على كذا، ليه؟ لكثرة من يقول إيه الخطأ، فالصواب إيه بناء على كذا، بكسر الباء بناء على كذا. فالخطأ إذا شاع يا إخوة أحيانا الإنسان إيه ينسى الصواب ويتكلم بالخطأ، يعني مثلا يعني كثير منا يقول الغيبة الغيبة الغيبة. فالشيخ محمد عمرو رحمه الله
هو كان من أشد الناس حرصا على اللغة العربية، حتى يعني إذا قال الإنسان مثلا محمد لازم يخليه يقول إيه محمد، لو قال عبد المنعم أو المنعم يخليه يقرأ المنعم. يعني الشيخ محمد كان حريصا على ذلك. ففي بعض الدروس ذكر كلمة الإيه الغيبة، فقال الإيه الغيبة. بعد ذلك هو الشيخ كان إذا بعد الدرس يعني يسمع الشريط مرة ثانية، يعني مثلا هذا الدرس الشيخ كان يسجل لنفسه، كان يذهب إلى البيت يسمع الشريط إيه مرة ثانية، حتى لو في مثلا شيء خطأ أخطأ فيه الشيخ أو استدراك أو كذا. فجاء وهو يعني حزين جدا، كان حزينا جدا على أنه قال إيه الغيبة. فدايما الشيء لما يعني الصواب ينسى والخطأ يشاع، أنت أيضا إيه تنسى الإيه الصواب وتتحدث بالخطأ بناء على كذا بناء على كذا. فاللسان إيه حسب ما يسمع كثيرا يعني، فالصواب بناء على كذا، واضح؟ بناء على كذا. طيب بما يعرف التدليس، كيف عرف العلماء أن هذا الراوي مدلس؟ قال يعرف التدليس بأحد أمرين، وهما إخبار المدلس نفسه إذا سئل أنه دلس كما جرى لابن عيينة. يعني التلميذ يعني يسأل شيخه هل سمعت هذا الحديث من شيخك، فيقول لا لم أسمع هذا الحديث من شيخ بكل أمانة، فهو يصرح أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه، فبذلك يعرف أنه إيه دلس هذا الحديث. وكان شعبة يعني من أكثر الناس فعلا لهذا الأمر، كان دائما يعني يجر شيوخه ويسألهم هل سمعت هذا الحديث من شيخك أم لا، وكان يعني شديد الإنكار على شيوخ المدلسين. يعني أنظر التلميذ كان يعني شديدا على شيوخه، إذا عرف أنه يعني مدلس دائما إيه يقول له سمعت هذا الحديث سمعت هذا الحديث، فيضطر الشيخ أن يقول إيه لم أسمع هذا الحديث، لأنه ثقة لا يستطيع أن يكذب. فيعرف التدليس بإقرار الراوي نفسه، حتى أن العلماء قالوا إذا حدث شعبة عن الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي فحديث هؤلاء مقبول دائما. طبعا قتادة مدلس، أبو إسحاق السبيعي مدلس، نعم، والأعمش مدلس، ثلاثة إيه مدلسون. لكن شعبة إذا روى عن هؤلاء حتى ولو قالوا عن يقبل حديثه، ليه؟ إن شعبة رحمه الله كان ينظر إلى أفواه هؤلاء، فإذا قالوا عن يسألهم هل سمعت هذا الحديث من شيخك، فيقولون نعم سمعنا هذا الحديث من شيوخنا. فكان شعبة دائما ينظر إلى أفواه هؤلاء الإيه المشايخ المعروفين بالتدليس، ويجرهم في هذا الأمر ويلح عليهم هل سمعت هذا الحديث هل سمعت هذا الحديث، فيقر الشيخ أنه سمع هذا الحديث. فالعلماء قالوا في التدليس إذا حدث شعبة عن هؤلاء قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي فعنعنتهم محمولة على السماع، بس بشرط إيه أن يكون روى عنهم شعبة. واضح يا إخوة؟ طبعا هذه إيه يعني هذه يعني تتعلق بالعلل والرجال، هذا تتعلق بحاجة اسمها فقه التدليس، التدليس له فقه. فالراوي المدلس شعبة رحمه الله إذا روى عن المدلسين يقبل حديث هؤلاء المدلسين، لأن شعبة لا يحمل منهم إلا ما سمعوه من مشايخهم. المهم إن هو يعني القرينة الأولى إخبار الراوي نفسه بأنه دلس هذا الحديث. الأمر الثاني نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. فالعلماء يعني الإمام أحمد رحمه الله من أئمة الجرح والتعديل يقول هذا الراوي مدلس، مثلا بقية ابن الوليد مدلس، الوليد ابن مسلم شيخ المدلسين، الذهبي وصفه بهذا قال شيخ المدلسين، يعني من أكثر الناس يعني إيه ارتكاما للتدليس، كان يدلس تدليسا عظيما. حتى إن عبد الرزاق، من عبد الرزاق؟ صنعان أحمد ويحيى بن معين. عبد الرزاق ده إخوة كان يسكن في اليمن، كان يسكن في الإيه في اليمن صنعاء، فذهب إليه أحمد رحمه الله بن حنبل ويحيى بن معين للسماع منه. يعني انظر إلى إمامة هذا الرجل، يعني نهيج بالإمام أحمد ويحيى بن معين
يعني يرحلان في طلب العلم من عبد الرزاق الصنعاني. فعبد الرزاق ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة. طبعا كان يعني في الأزمنة الماضية إذا نزل إمام مكانا فيلتف حوله إيه؟ حوله طلبة العلم. فلما ذهب إلى مكة جلس في البيت ينتظر يعني الطلبة، لم يأتي أحد، حدش قرب يمت إيه هذا البيت. فتعجب عبد الرزاق رحمه الله من هذا الصنيع وحزن حزنا شديدا، وجد في نفسه يعني كيف آتي إلى مكة وهي يعني بلد العلم والعلماء وكذا ولم يأتني أحد من هؤلاء. فذهب إلى الكعبة رحمه الله وتعلق بأسطار الكعبة ونادى بأعلى صوته: يا رب، أبقية ابن الوليد أنا؟ وأنا بقية ابن الوليد؟ عشان ما حدش يعني يأتي إلي، أبقية ابن الوليد أنا؟ يعني وأنا بقية شيخ المدلسين عشان يعني ما حدش يجيلي وكده. فشوف اختار بقية، يعني إيه؟ يعني تخيل يعني إيه؟ يعني هو حزن على عدم مجيء أولاء، فهو قال يعني: يا رب، وأنا بقية ابن الوليد؟ عشان الناس يعني لا يأتون إلي. فاختار بقية لأنه إيه؟ يعني شيخ المدلسين. كان في التوقيت ده برضه كان الإمام أحمد ولم يحب، بس هم كانوا ناويين يسمعونه في صنعاء، فلم يرد أن يكسخن يتهم يعني. لا، ما راحوا هناك في صنعاء. هم كانوا في التوقيت ده في مكة، ثم لم يذهب أنهم ناويين يسمعونه في صنعاء. آه. عشان يعني الأجر والثواب. فانظر يعني إيه، هو اختار يعني واحد راويا مشهورا بالإيه بهذا الصنيع يعني. فقال لو أنا مثلا بقية ماشي، ما حدش يجيني، أنا مقبولة يعني. تتبلى يعني، أما يعني أنا رجل إمام وليست معروفا بالتدليس، فقال يعني: يا رب، أبقية ابن الوليد أنا؟ إلى آخر القصة. طيب، أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين، هناك يعني العلماء رحمهم الله جمعوا الرواة المعروفين بالتدليس في مجلد أو في مصنف في مكان واحد، بحيث إن شاء الله إذا أردت أن تعرف هؤلاء المدلسين تنظر في هذه الكتب. يعني من هذه الكتب ذكر ثلاثة كتب: الكتاب الأول التبيين لأسماء المدلسين، التبيين إيه لأسماء المدلسين. الكتاب الثاني التبيين أيضا لأسماء المدلسين. الكتاب الثالث اللي أنا ذكرته تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذه الكتب الثلاثة جمعت لك الرواة المعروفين بالإيه؟ بالتدليس. فلابد أن يكون عندك واحد من هذه الكتب، واضح؟ يعني المكتبة لابد أن تكون المكتبة عندك مكتبة كاملة، يعني كتاب في السيرة وكتاب في العقيدة وكتاب في التفسير وأيضا كتاب في الرواة الإيه؟ الموصوفين بالتدليس. إذا أردت أن تحقق إسنادا مثلا وعندك مثلا إسناد تريد أن تعرف هل في هذا الإسناد أحد من الموصوفين بالتدليس ولا لا، تنظر في كتاب إيه؟ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. فالحافظ رحمه الله يذكر الرواة الذين وصفوا بالتدليس، بقية مثلا الوليد بن مسلم وأبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، يذكر بقى جميع الرواة الذين إيه؟ عرفوا بالتدليس. واضح إخوة؟ طيب، طيب نقف إن شاء الله هنا، ولو حد عنده سؤال في فيما مضى أو شيء غير واضح أو كده يعني. كتب مثلا الجالور غير صحيح، رواه البخاري بنحو هذه التعبيرات عن. نعم. طب يا أخو في يعني التدليس واضح إن شاء الله؟ واضح؟ نعم. فأنت تهتم فقط يعني بأنواع التدليس وحكم الحديث المدلس وكده؟ نعم. طيب، في أخ يسأل يقول: ما معنى بعض العلماء إذا حكم على الإسناد قال رجاله رجال الصحيح؟ يعني بعض العلماء مثلا إذا حكم على حديث مثلا يقول رجاله رجال الصحيح، ما معنى قول العلماء في الحديث هذا الحديث رجاله رجال الصحيح؟ نعم.
أحسن. نعم. يعني بيستوي مصطلح على شرط مسلم. نعم. يعني هو رجال ورجال الصحيح. يعني هؤلاء الرواة المذكورون في الإسناد، هؤلاء الرواة المذكورون في الإسناد يعني من رجال البخاري ومسلم، يعني روى لهم البخاري ومسلم في صحيحهما. يعني لا يلزم إن هو روى عنه مباشرة، لا، يعني هو روى له في ضمن الإسناد. فإذا جاء حديث متن حديث وهذا المتن ليس موجودا في الصحيحين ونظرنا، فإذا السلسلة هي نفسها سلسلة البخاري أو مسلم، نقول هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. لكن بشرط إيه؟ ألا يوجد هذا المتن في الصحيحين. واضح؟ يعني إذا حكمنا على حديث بأنه رجال ورجال الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث خارج البخاري ومسلم. واضح؟ وهذا أيضا قريب من معنى الحاكم هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم. يعني الحاكم رحمه الله أو الشيخ الألباني، يعني من يقرأ للشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يحكم على الحديث، يقول هذا الحديث على شرط مسلم أو على شرط البخاري. ما معنى على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ ما معنى أن على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ يعني مثلا مسلم رحمه الله روى أحاديث للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لنفرض مثلا أن العلاء روى 10 أحاديث، واضح؟ روى كم؟ 10 أحاديث. مسلم روى له منهم 5 أحاديث، بقي كم؟ 5. هؤلاء 5 داخل الصحيح ولا خارج الصحيح؟ خارج الصحيح. هؤلاء 5 نستطيع أن نحكم على هؤلاء بأنهم على شرط إيه؟ مسلم. يبقى إذن الحديث الذي أحكم عليه بأنه على شرط مسلم يشترط أن يكون خارج إيه؟ مسلم، ما يكونش مسلم رواه. لا، أنا آتي إلى حديث لم يرويه مسلم لكن رجال هذا الحديث هم رجال الإمام إيه؟ مسلم. فمثلا العلاء بن عبد الرحمن مسلم روى له عن أبيه روى له عن أبي هريرة، نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رواة هذا الحديث هم رواة مسلم، بس بشرط ألا يوجد هذا الحديث في الصحيح في مسلم، لأن مسلم روى كان من 10 5، بقي 5. هذه 5 موجودة مثلا في منصورة، في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجة، في سنن الترمذي، في سنن النسائي. فإذا حكمنا على هذه الأحاديث 5 اللي هي مسلم ما رواهاش، نقول هذا الحديث على شرط إيه؟ مسلم. يعني رجاله رجال مسلم. واضح يا إخوة ولا مش واضح؟ واضح؟ رجاله رجال إيه؟ مسلم. الشرط الثاني مع بقية شروط الصحيح، مع بقية إيه؟ شروط الصحيح. أوضح هذا المعنى. إحنا قلنا شروط الصحيح كام؟ 5. إيه يا عم الشيخ؟ حضرتك. أيوه. لا حضرتك اللي بتبص ورا. شروط الصحيح إيه؟ محدش يكلم يا أخو. يعني شروط الحديث الصحيح. عدل. ثقة. تم الضبط. تم الضبط. محدش يكلم يا أخو. احسنت. بقي شرط نسيت انت عام شرط متصل اسنان. احسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله علماء كبار يعني ان شاء الله. طيب الان نحن 5 اللي هم خارج الصحيح، احنا قلنا رجال هؤلاء رجال ايه؟ مسلم، مع بقية شروط الايه؟ الصح. يعني اذا قلنا العلاء بن عبد الرحمن وأبوه وأبو هريرة، هؤلاء من رواة إيه؟ مسلم. بقي كم شرط يا إخوة من شروط الصحيح؟ بقي كم شرط من شروط الصحيح؟ 3؟ لا لا، بقي شرطين. بقي شرطين. أحسن، مش احنا قلنا العلاء بن عبد الرحمن في فين؟ في مسلم، وأبوه في مسلم، روى له مسلم، وأبو هريرة صحابي رضي الله عنه. فمسلم إذا روى لهؤلاء لابد أن يكونوا إيه؟ ثقات وضابطين، وسمع كل راو من الآخر. يبقى بقي كم شرط؟ الشذوذ والعلم. واضح؟ يبقى 5 أحاديث اللي هي خارج مسلم لابد أن تكون خالية من الإيه؟ من الشذوذ والعلم.
مسلم رحمه الله يا إخوة لم يروي حديث للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده لأنه أخطأ فيه. من يذكر هذا الحديث؟ حديث يعني يروي العلاء في شعبان، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث يروي من؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم أعرض عنه عمدا. ليه؟ لأنه علم أن العلاء أخطأ في هذا الحديث. واضح؟ يعني مسلم رحمه الله نظر في العشرة التي رواها العلاء فوجد أنه إيه أخطأ في هذا الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. لماذا أخطأ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ولا في الصحيح، فعلم أن العلاء أخطأ في هذه الرواية، هذه الرواية خطأ، فترك هذه الرواية عمدا. طيب إذا أنا أتيت إلى هذا الإسناد وحكمت عليه بأنه على شرط مسلم، أكون مصيبا أم مخطئا؟ مخطئا. لماذا؟ لأن فيه علة. واضح؟ يبقى لكي أحكم على الحديث بأنه على شرط مسلم أو على شرط البخاري لابد من شرطين. الأول لا، يعني نقول الأول رواة هؤلاء هم رواة مسلم ورواة البخاري مع بقية شروط الصحة اللي هي إيه؟ أن يكون خاليا من العلة وخاليا من الشذوذ. فالحاكم رحمه الله صاحب المستدرك يأتي إلى حديث مثل هذا الحديث الذي يعني تركه مسلم عمدا ويحكم عليه بأنه على شرط إيه؟ مسلم. وهذا إيه؟ لا يحسن. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله أعرض عنه عمدا وعلم أن العلاء أخطأ في هذا الإسناد. واضح؟ فالإمام الشيخ الألباني رحمه الله إذا قال هذا الحديث على شرط مسلم لابد من إيه؟ شرطين، رواة هذا الحديث رواة مسلم، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الحديث خاليا من الشذوذ والعلة. واضح؟ خاليا من الإيه؟ فإذا تحققت هذه الشروط حكمنا على هذا الحديث بأنه على شرط مسلم. أرجو أن يكون الإيه؟ الصورة واضحة. طب اللي مش فاهم يا إخوة مش واضحة يقول مش واضحة، اللي مش يعني الصورة مش واضحة. طيب ثانيا، عندما أحكم على حديث ما بأنه على شرط مسلم، أولا لابد أن يكون هذا الحديث غير موجود في مسلم. لابد، هذا يعني إيه؟ شيء بدهي ان يكون هذا الحديث مش موجود في مسلم. واضح؟ واحنا قلنا مثال مثلا ان قلنا العلاء روى 10 احاديث، مسلم روى 5 من هذه العشرة. واضح؟ بقي ايه؟ 5. هذه الخمسة تروى بالاسناد نفسه الذي روى له مسلم العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر في هذه الخمسة، اذا وجدنا في حديث ما تحقق شرطان، الشرط الأول رواة هذا الحديث هم رواة مسلم، وهذا الإسناد يعني ليس فيه علة ولا شذوذ، في هذه الحالة نحكم على هذا الحديث بأنه على شرط إيه؟ على شرط مسلم أو على شرط البخاري. واضح؟ فأنا أحكم على هذا الإسناد أو هذا الحديث بأنه على شرط مسلم بناء على أن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة روى له مسلم في الصحيح، بس هذا الحديث لم يرويه مسلم. واضح؟ وهذا الحديث أيضا ليس فيه شذوذ ولا علة. إذن الشيخ الألباني يقول هذا الحديث على شرط مسلم. على شرط إيه؟ مسلم. يعني فيه شرط مسلم الذي شرطه في الصحيح. مسلم شرط إيه في الصحيح؟ شرط إنه يكون يعني كي يكون الحديث صحيحا لابد من 5 شروط: الاتصال، العدالة، والضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة. فهذا الحديث على شرط مسلم يعني حوى، هذا الحديث حوى الشروط التي اشترطها مسلم في صحيحه. واضح؟ اتضح الشيء كده؟ واللي مش واضح بقى يراجع الشريط مرة ثانية، يعني إذا لم يتضح الأمر يرجع إلى الشريط ويسمع مرة وثانية وثالثة. الشروط الثالث اللي هو العاضد الإيه؟ العاضد ليه؟ العاضد راح يسمع قول العاضد. بعضهم ذكروا يعني هو لما يعجب امتحان هو 5 ولا 6؟ 5. واضح يا اخوه؟ طيب حد عنده سؤال يا اخوه في
تهديد الشيوخ يكون مثلا يتلطف على الشيخ مذكره يعني عن الزيارات عن القرطاوي ده مش هو مش اخفاء نعم الحمد لله اخفاء لشخصيته او تمويه مثلا نعم لكن ان شاء الله هو النقاد يعرفون هذا الراوي القارئ العادي لا عشان انت يعني بترجع الى كلام العلماء في كتب الجرح والتعديل العلماء عارفين يعني ده هو الزيات هو الغنفار هو نعم نعم يعرفون الحمد لله نعم جزاكم الله خير لا البخاري رحمه الله اخوه يعني له كتب كثيره منها الجامع الصحيح منها التاريخ الكبير للادب المفرد ايضا لم يشترط الصحه الا في كتاب واحد هو كتاب الايه الجامع الصحيح واضح يعني لم يشترط الصحة إلا في كتاب واحد أما الأدب المفرد هو يعني مجلد لم يشترط فيه الصحة لذلك الشيخ الألباني رحمه الله حقق هذا الكتاب وفيه صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد واضح؟ فعرف بذلك بهذا الصنيع أن الإمام البخاري رحمه الله لم يشترط الإيه؟ الصحة في كتاب الأدب المفرد هو كتاب في الآداب فقط يعني فجاء الشيخ الألباني رحمه الله حقق هذا الكتاب وطبع منه صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد لماذا يدلس ابن عيينة أو ما الغرض الذي يجعله يدلس مع أنه لا يدلس إلا عن الثقات نعم والله هو يعني ينوع في الرواية يعني من باب إيه يعني البعد عن الملل ممكن يعني والله انا ما كنتش معاه صراحه عشان اساله فان شاء الله اذا التقيت به في الجنه ان شاء الله انا وانتم يعني نساله لماذا كنت تدلس عن الثقات لكن هو يعني والله اعلم من باب تنوع يعني حتى لا يمل الايه نعم وجزاكم الله خيرا تفضل بالنسبه للفرق بين الرد ليس في ترجيح مثلا قطع ضعيف عشان لا الترجيح موجود ايضا يعني ترجيح وارد ترجيح وارد بس الذي يرجح لازم يكون عنده اهليه الايه اهليه الترجيح يعني في مثلا صحه الالباني نعم مثلا الشيخ العامل نعم لا تسريب على من ياخذ بقول الشيخ الالباني او على قول الشيخ الايه الشيخ مصطفى لان هذا الاجتهاد مبني على علم يعني لكن مفيش قطع بالضعف لا اذا كنت من اهل ال بالنسبه لاهل العلم لا يعني انت مثلا اذا كان لك يعني عندك يعني قدره على الترجيح من قول الشيخ الالباني مثلا وقول الشيخ مصطفى فتستطيع ان ترجح اما اذا لم تكن من اهل الترجيح فلا تسريب عليك اذا اخذت بقول الشيخ الالباني او اخذت بقول الشيخ ابي اسحاق وهكذا يعني نعم 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 فالامر الحمد لله يسير يعني خط يسير جزاكم الله خير ان شاء الله الامتحان يا اخوه سهل جدا باذن الله لكن احنا اشترطنا ايه قراءه الكتاب قراءه متانيه فان شاء الله يعني اذا قرات الكتاب قراءه متانيه مجرد قراءه فقط وتستطيع ان تسمع الايه الشريط يعني سريعا وانت تذاكر قراءه فقط متانيه ان شاء الله ستجيب عن الاختبار بسهوله جدا بس انا يعني الذي ارجوه قراءه الكتاب قراءه متانيه يعني تشرب كوبايه شاي كده وتنيم العيال وتقعد تذاكر ماشي وان شاء الله يعني اعيدكم ان شاء الله انك تجيب عن الاسئله بسهوله ان شاء الله.